كبار العارضين في مجال التسليح والصناعات الدفاعية والأمنية على المستويين الإقليمي والدولي يجتمعون مجددا في مصر. نحو 400 شركة تمثل 42 دولة تشارك في معرض إيدكس 2021، وذلك لعرض وتسويق أحدث التقنيات في مجالات الدفاع والتسليح. إن هذا التجمع الدولي سيتيح الفرصة أمام الدول والشركات المنتجة لعرض نظم التسليح ومنظومات الدفاع وأحدث ما وصل إليه العلم العسكري في مجال الإنتاج والتصنيع العسكري من تقنيات حديثة وقدرات دفاعية متطورة. المعرض الذي يقام لمدة 4 أيام يضم 21 جناحا، ويستحوذ الجناح المصري على نحو 15% من مساحته، وذلك بمعدات مصرية التصنيع يكشف عنها للمرة الأولى. امتلاك القدرة يعني امتلاك التكنولوجي النهاردة ان احنا نصنع حاجتنا بايدينا، وان احنا ما نكونوش موجودين تحت ضغط ظروف او تحت ضغط مواقف معينة، وبالتالي الأسلحة اللي موجودة النهاردة دي كلها أسلحة مصرية خالصة. ويستهدف إيدكس 2021 جذب نحو 30,000 زائر، كما يشارك في المعرض 75 وفدا رسميا للاطلاع على أحدث أنظمة التسليح العالمية. هذه المعارض تعتبر نافذة لعرض المنتجات ما أفضل ما أو أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الدفاعية وخصوصا الإماراتية. وتصنف المؤسسات الدفاعية والأمنية العالمية معرض إيدكس بأنه ضمن أفضل 10 معارض عسكرية حول العالم، مقارنة بحجم المشاركة وأنواع المعدات وتطورها. تشير إمكانات المعروضات التي يضمها إيدكس 2021 إلى أن المعرض أصبح منصة دولية فاعلة، حيث يستعرض أحدث المنظومات الصناعية الدفاعية والعسكرية والتكنولوجية، وذلك لتبادل الخبرات بشأنها وفتح مجالات لتسويقها عالمية. محمد الحمراوي، الغد، القاهرة.